بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. اعتراف وزارة التربية والتعليم بتسريب الامتحان، ولكن بعد القبض على الطالب الذي قام بتسريب الامتحان. فوزير التربية والتعليم بيقول الأسئلة المتداولة لامتحان اللغة العربية بتاعت 21 صحيحة، وتم معرفة الطالب. وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أنه تم التأكد من صحة بعض الأسئلة المتداولة على الإنترنت، وثبت أنها تخص امتحان اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة الآن، وتم التعرف على الطالب من محافظة الغربية. ده طبعا إيه كان الصحفي أحمد حافظ اللي قال الكلام. طبعا دي صورة عمليات المراقبة وكاميرات المراقبة اللي احنا بنقول عليها، فهم هنا بيكبروا الصورة اللي عايزين يكبروها، ودي صور باقي اللجان زي ما انتوا شايفين فاضية لسه ما دخلوش فيها. بيشاوروا هنا هم الاتنين على حاجة معينة بتحصل في او في لجان الكاميرات بتاعتها متسددة، بس طبعا اكيد ايه هيعرفوا يوصلوا لها برضو. فدي لجنة المراقبة اللي الوزير قال عليها ان هي بتراقب الايه موضوع تسريب الامتحان. وده الإشعار طبعا اللي طلع، الأمن المركزي ينجح في القبض على الطالب الذي قام بتصوير امتحان اللغة العربية داخل إحدى لجان محافظة الغربية. هنرجع لقصة إيه اللي اتعمل مع الطالب ده بالظبط بعد ما نشوف الامتحان وإجاباته. هنرجع لقصة الولد اللي سرب الامتحان وعملوا معاه إيه واتمسك إزاي، وكمان القانون هيعمل معاه إيه بالظبط. فطبعا دي صور الامتحان، دي كانت اول صورة مش واضحة. بعد كده طبعا دي الجروبات اللي هي بتسرب، اكيد هيتمسكوا كلهم طبعا. ده النحو، السؤال 46 47 48 شاطبين هم بقى الكود عشان ما يتجابوش، بس للأسف اتجابوا. السؤال 50 51 52 53 54 وانت ماشي، ده البنطلون بتاع الولد اللي صور الامتحان، هم جابوه من حاجة تاني مش من هنا. طبعا دي بقى ايه اسئله نازل لتحت بقى 43 44، هنا دي بقى اجابات 49 50 برضو 51 47 48 اجابات. المهم الاجابات هنا بقى كلها معروضه هنا، اول حاجه كذا، اتنين كذا، حسب بقى ايه حسب البوكلت اللي اتحل منه. معرفش بقى بوكلت الف ولا ب ولا ج ولا د، المهم معظم الاسئله اجابتها موجوده هنا. وهكمل بقى ايه باقي الاجابات لما تنزل كلها، وهنظبطها بالظبط في البوكلت بتاعها. هنا بقى أكدت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة 21 بوزارة التربية والتعليم أنه تم ضبط الطالب المسؤول عن تصوير أجزاء من امتحان اللغة العربية وإرسال الصور على جروبات الغش على السوشيال ميديا. وأشارت غرفة عمليات التعليم إلى أن الطالب المضبوط يؤدي الامتحان في إحدى لجان محافظة الغربية. وأكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم الفني أنها تتابع جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 21 بكاميرات المراقبة بالصوت والصورة. وقالت غرفة عمليات التعليم ستكشف الكاميرات أي محاولات غش للتعامل معها فورا بالقانون. وكانت جروبات الغش على وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي السوشيال ميديا كلها، وخصوصا التليجرام يعني عشان هو اللي عليه اعداد كبيره، شهدت منذ قليل تداولا لصور قيل انها تخص بعض اسئله واجابات امتحان اللغه العربيه التي يؤديها الطلاب الان داخل لجان امتحانات الثانويه العامه. واكد الدكتور طارق شوقي انه لا تهاون مع الغشاشين في لجان امتحان الثانويه العامه. وقال وزير التربية والتعليم على الجميع أن يعلم أن لجان امتحان الثانوية العامة 21 بها كاميرات وعناصر أمنية لضبط أي محاولات غش من أي نوع وسرعة التعامل معها بالقانون. وأضاف وزير التربية والتعليم أن قانون الغش الجديد حدد بعض عقوبات الغشاشين وتصل إلى الحبس، لذا نحذر أن أي حالة غش عن طريق التابلت أو الموبايل أو سماعات بلوتوث هيتم رصدها فورا. واستكمل الوزير تصريحاته قائلا يتم رصد جميع جروبات التليجرام والسوشيال ميديا. المشكلة هنا هو التليجرام هو اللي اتسربت عليه النهاردة. عموما المتخصصة في الغش من جانب مباحث الانترنت وكاميرات المراقبة الموجودة في اللجان، والجميع سيتم محاسبته. وأكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم الفني أنها تتابع جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 21 بكاميرات المراقبة بالصوت والصورة.
وقالت غرفة عمليات التعليم ستكشف الكاميرات أي محاولات غش للتعامل معها فورا. وبدأ طلاب الثانوية العامة 21 الشعبة العلمية أداء امتحان اللغة العربية يستمر زمنه من 10 حتى 1 ظهرا، حيث صعد طلاب الثانوية العامة إلى لجان امتحانات الثانوية وجلسوا في مقاعدهم، وتم توزيع كراسات الأسئلة وأوراق البابل شيت في الموعد دون أي تأخير طبعا. وغرف العمليات بقى بتتابع وصول الكراسات الامتحان، وصول اوراق الاجابه، متابعه عوده اوراق الامتحان، متابعه اعمال مراكز توزيع الكراسات، يعني كله فين في المتابعه.